لأنه أنا لا أريد أن أبدأ مرة ثانية من العصر الحجري. صحيح. أنا أريد أين وصل العلم ليتقدم العلم، ودائما نقول العلم التقنية لا تسير إلا إلى الأمام. فالمطلوب أنك تطلع على هذا الاختراع وكيف يعمل، وأنا أبدع بأن أجد أفضل منه. طيب إن شاء الله يا دكتور هيسأل حضرتك سؤال بعد بس نطلع من فصل الاقتصاد، ده بيتعلق أين الوطن العربي من هذه الفكرة، فكرة الملكية الفكرية؟ هل نحن متقدمون في هذه الفكرة أم نحن ما زلنا نقف عند نقطة الصفر؟ هرجع لحضرتك بالسؤال ده بس نذهب لعالم الاقتصاد برضه نشوف الجديد فيه مع زميلنا شاب شعلان. صباح الخير. صباح الخير يا شباب. صباح الخير الأمين، صباح الخير عمرو، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع أخبار المال والأعمال في هذا الصباح مع نظرة شاملة. وأجدد الترحيب مرة أخرى بدكتور طلال أبو غزالة الخبير في مجال الحماية والملكية الفكرية، أهلا بك دكتور من جديد. كنا وقفنا دكتور عند الوطن العربي، إحنا فين من مجال الملكية الفكرية، إحنا واقفين فين؟ خلال الخمسين سنة الماضية اللي أنا عاصرتها أنا ومؤسستي، تقدمت الملكية الفكرية على مستوى المنطقة تقدم كبير. ما هو معيار التقدم؟ هنالك اتفاقيات تنظمها المنظمة الملكية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية اللي اسمها الوايبو باختصارا، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة، تصيغ اتفاقيات بين الدول لما هو النظام الذي يجب أن يطبق لحماية كل بند أو جانب من الملكية الفكرية. احنا الآن تكلمنا بشكل عام عن الاختراع الصناعي والفكري والتجاري، ولكن هناك أشياء كثيرة أخرى مثل المؤشرات الجغرافية، مثل الأسماء التاريخية، مثل العادات الاجتماعية. احنا الآن هذه المنظمة الملكية الفكرية، المنظمة العالمية الملكية الفكرية، تصيغ الاتفاقيات التي تلتزم فيها الدول الأعضاء في الوايبو. عندما جاءت المنظمة العالمية للتجارة أصدرت أحد مع ثلاث عواميد فيها، عمود التجارة في السلع، وعمود للتجارة في الخدمات، ثم حقوق الملكية الفكرية. وأصبحت كل دولة في العالم عضوة في المنظمة العالمية للتجارة، ومصر عضوة، ملزمة إلزاما بتطبيق كل ما جاء من اتفاقيات أنتجتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية. فإذا المعيار هو هذه الاتفاقيات. بموجب هذا المعيار مصر لديها تشريعات من المستوى اللائق والمطلوب دوليا، لديها نظام للتسجيل والحماية بالمستوى اللائق دوليا، ولديها نظام قضائي إلى قدر كبير لائق. إنما أنا بنظري أن هذا النظام القضائي يجب أن يتطور. مثلا عندما نقول أن الغرامة على من يقلد، وهذا موضوع يشغل فكرك سيدتي، عليه أن يدفع، ولكن الغرامة لا تزيد عن 100,000 جنيه مثلا. طب قد يكون الضرر 100 مليون، لا يجوز أن تضع سقفا. يعني إذا بنلاحظ الخلافات بتصير بين الدول والشركات الكبرى في العالم بيدفعوا غرامات بالمليارات طبعا. لا يجوز أن ينص القانون، وهذا أيضا من المؤسف موجود في كل الدول العربية، عندما أتكلم عن مصر هذا الوضع موجود في كل، يغرم بما لا يزيد عن كذا. ليش لما يزيد؟ يجب أن يكون العقاب على قدر الضرر. على ذكر مثلا التقليد يا دكتور، يعني برا في مثلا في باريس أو في أي الأماكن اللي هي فيها بيوت الأزياء الكبيرة جدا، لو حد اتمسك بشنطة مقلدة لإحدى الماركات العالمية الدنيا بتقوم وما بتقعدش، يعني بيبقى في قضية وبيبقى في تحقيق كبير جدا في هذه الموضوعات. لكن احنا عندنا ما عندناش. هلا أنت دخلت ست في الجانب اللي كنت بدي أوصل له، اللي بنسميه الانفورسمنت، اللي هي الإلزام، كيف نلزم بالتطبيق. احنا عندنا اتفاقيات مع دول كثيرة، وآخرها كانت مع الأردن، وكان اتفاق مع إدارة الأمن العام لمراقبة المخالفات والتعديات من الحدود إلى البلد. يعني هذا فيها أولا، هاي فيها أسلوب التقنية لاكتشاف التقليد، ثم كيف تتخذ الإجراءات القضائية ضد هذا الإجراء.
في كثير من الدول العربية نحن نقول مصر لسه لم يطبق هذا النظام. إذا كان في ضعف في الجمهورية هنا هو في مجال التطبيق وليس لا في التشريع ولا في الدائرة الحكومية المنوط بها ذلك ولا في يعني القوانين كافية. قوانين كافية كاملة وليس فيها أي نقص. البنية التشريعية والبنية الحكومية التنفيذية كافية. الناحية القضائية أنا أحتاج في مصر، ومصر دولة كبيرة ومهمة، أحتاج إلى قضاء متخصص في الملكية الفكرية. لا يجوز أن القاضي اللي بيحكم بقضية الزواج طبيعي. والطلاق ولا بقضية العقار ولا بقضية هو في مصر يا دكتور المحاكم الاقتصادية ربما ممكن لو خصص منها جزء لازم يكون في دائرة مختصة ويكون القاضي فيها، وإحنا هذا عملناه، دربنا في كثير من الدول العربية القضاة المختصين بالملكية الفكرية. يعني القاضي اللي بيحكم بالملكية الفكرية إذا ما بيعرفش الملكية الفكرية مش ممكن يحكم به، مش ممكن يحصل حكم منصف في ناحية القضاء. تعديل في بعض التشريعات لكي يكون الغرم على قدر الجرم. ثانيا نحتاج إلى تخصص وتدريب للقضاة، والتدريب عملية فخرية. يعني أنا أتدرب كل يوم، أنا أتعلم كل يوم، ما في واحد يقول إنه والله إحنا لا إحنا عظيمين مش محتاجين تدريب. لا، محتاجين لتدريب القضاة الذين هم سيكونوا الحكم في القضايا. في موضوع الأخير اللي هو موضوع المراقبة اللي بسموها في أمريكا ستريت ووتش. طيب يا دكتور قبل ما نوصل النقطة دي، العقاب يوقع على المخالف ولا على أنتك؟ ما هو يعني أنا أكون زي ما قالت لميس مثلا حامل حقيبة مقلدة، نعم، العقاب يقع علي أكون نحمل هذه الحقيبة ولا على أنا اشتريتها من مين؟ أعتقد في بعض الدول حتى اللي اشترى أعتقد يعني على حسب لا هو اللي اشترى إذا كان يشتري لغرض التسويق ولغرض التسويق لهذا الموضوع. أما إذا واحد مغش لذلك حماية الملكية الفكرية هي لحمايتي أنا للمواطن، حماية المواطن من أني أستلم بضاعة مغشوشة وأنا أظن أنها جيدة. وأنا في المؤتمرات العالمية، على فكرة السؤال هذا كتير مهم، في المؤتمرات العالمية حتى مرة في ممثل الحكومة الأمريكية في مؤتمر كنا في نيويورك وقال أن هنالك تعديات في المنطقة العربية على الاختراعات. قلت له لا يا سيدي، احنا ضحية مش احنا المتعدين، لانه دي البضائع المزورة عم تجينا من دول اخرى وتسوق علينا كأنها اصلية، ويغش الشخص الذي يشتريها ويدفع ثمنها على انه عم بيشتري منتج اصلي سواء كان دواء او سلعة او ولو اكتشفتها ورجعت لك دي هاي كوبي، يعني دي لك هذه النسخة من نسخة درجة اولى. لا بس في هي في جزئية تانية في الموضوع، ان في ناس بتبقى بتشتري او بتسوقها وهي بتقول ان دي زي ما بيقول عمل ما تسمى بالهاي كوبي او الفيرست كوبي اللي هي التقليد اللي هو المميز الدرجة الاولى يعني. صحيح، ولكن ما دام العقوبة هي في الاساس على من يسوق هذه السلعة ومن أنتجها. لذلك أمريكا تصدر سنويا ما يسمى Special 101، هذا تقرير سنوي تصدره حكومة، يصدره البيت الأبيض، يقيم الدول في أدائها واحترامها لحقوق الملكية الفكرية. ونحن لسنا أسوأ الدول حتى نكون منصفين. كنا لسه هنسأل في ترتيب الدول العربية. لا احنا التقليد. احنا مش أسوأ الدول، هناك دول أسوأ منا بمراحل جدا. مش أنا بدافع أنه نريد أن نكون سيئين، ولكن حتى لا نجلد أنفسنا كثيرا، الرقابة تحتاج إلى تقنيات وتحتاج إلى قدرات فنية. ولذلك أنا أقول ليس هنالك رغبة في البلاد العربية بأن تكون مخالفة، ولكن نحن نحتاج إلى تطوير القدرات في مجال المراقبة على التعديات. والمراقبة على التعديات هو فن وصنعة وليس بالصدفة. يعني ما بيجوز انه بالصدفة نكتشف انه في شيء مزور، يجب ان يكون عندنا اجراءات، وهذا اللي عملناه الان في الاتفاقية مع الحكومة الاردنية مع دائرة الامن العام، انه نكون نحن جهازهم او خبرائهم لكيفية الرقابة على التعديات. طيب دكتور